علاش انت فاشل التيت جلس كتقرر ليا راسك مع هادو، كون راجل وقار راسك مع هذا وقار راسك مع هذا وقار راسك مع هذا تيت هكا كندوي مع راسي انا تيت لا ولدك ونوض تخدم بارك عليا من الناس هذا انوض تخدم اصاحبي صرافي متقصه. قال لك المايند سيت، واش ممكن تولي عند المايند سيت، واش ممكن تولي عند المايند سيت بحال ديالك فوقي تقصيره؟ علاش تتقار راسك بيا؟ صاد كاين ما احسن مني، سير شوف تيم جروفر فهمتي، سير شوف شي ناس فايتين اصاحبي، كاين بزاف الناس ما تبرزش راسك بيا انا، بحال قلت ما عمر تحط شي سقف، ما عمر تحط شي سقف صغير، لعب على شي سقف كبير فهمتي، لعب على شي نيفو كبير، انا فايتيني بزاف الناس، علاش تبرز راسك بيا انا يقيش صغير، انا يفرخ صغير في وسط الفراخ الصغار. كاين دجاج وكاين سوره وكاين شي طيور اخرين ما معروفين فهمتي، حاول تكون من هذوك الطيور الشداد، ما تكونش اصلا ما تقارش راسك بيا انا فريمون. على دابا خاص ديما تولي تشوف شي وحدين كبار، تقار راسك بالتيم جروفر، حاول تكون عندك واحد المايند سيت، حاول ديما تبقى تفرج فيه كدا، شري داك الكتاب ديالو ريلانتلس فيه شي واحد 13 رول خاصك سميتو هادوك، حاول تخدم راسك على، حاول تخدم على راسك على شي نيفو كبير، على حقيتاش طالما وصلتي لهذاك النيفو كبير قدرت توصل نصو تلقى راسك فايتني مزيان فهمتي، يعني ما وصلتش لذاك النيفو تاع تيم جروفر وصلتي نصو فتيني مزيان، علاش غادي نبقاو بحال قلتي جيتي بغيتي تنافس في كوره مع ولاد الحومه، لا الا مشيتي حطيتي التارجيت ديالك هو رونالدو ولا رونالدينو ولا كريستيانو رونالدو ومشيتي بقيتي كتلعبوا ديما كتشوفوهم ديما تتلعبوا ديما كتشوفوهم ديما كتلعبوا ديما كتشوفوهم فريمون، ملي جيت تلعب مع ولاد الحومه غادي يكون النيفو ديالك طالع عليهم، لان ما كنتيش كتكومباري راسك مع الحراتك ملي كنتي ملي هادشي اللي فريمون الثاني يقدر يكون خرق ليا الفرق، هو اني جامي جامي قارنت راسي بالمغاربه جامي وجامي غادي تكون، لان الا جيت لا عرفتي بعض المرات فريمون كطرا فهمتي، فريمون كطرا كتجي شي مقارنه هكا كنعس غير شي جوج سيمانات هادي قلت اصاحبي شو اصاحبي هذاك خونا صاحبي شو اصاحبي هذاك خونا شو اصاحبي هذاك خونا وانا فايتهم كاملين اصاحبي ودير هذا الصداع هذا تا خلينا صاحبي نمشي نعس هكا قال لي راسي والفاك تاش ماشي علاش 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 انت علاش انت ماشي مستسلم علاش انت لوزر علاش انت فاشل قارنتي راسك بدخوتنا عاود تدويت مع راسي هضره اخرى علاش انت فاشل التيت جلس كتقار ليا راسك مع هادو كون راجل وقار راسك مع هذا وقار راسك مع هذا وقار راسك مع هذا تيت هكا كندوي مع راسي انا تيت لا ولدك ونوض تخدم بارك عليا من الناس هذا انوض تخدم اصاحبي فهمتي غير غير ثانيه قلت اجي نمشي نتكا كدا صاحبي شوف فلان وفلان كاع واش صاحبي وفين واصل انا فيتهم كاع صاحبي ودير راسي في هاد الحاله كنخدم ليل ونهار فهمتي قرر راسك مع شي وحدين فهمتي قرر راسك مع شي وحدين هاربين و انا راه ماشي شي واد والدي تفوتني وكاين بزاف ديال الدراري صحابي فايتيني المشكله ديال الواب المغربي الواب المغربي ما كيبغيش يبان فهمتي لان هادي جي واحد فهمتي واحد ما داير حتى حاجه في حياته امه باقره كتخلص عليه باش يمشي يتقهوى واحد باقي ما دار لوزر با كيخلص عليه ليسانس ديال الموتور باش يمشي للساطه من قدام الليسي غادي يجي يقول ليه شي هضره فهمتي ما تيتقبلوش هما هاد الهضره هادي فهمتي ما كيتقبلوش هاد الهضره كنحتارمو دراري صحابي فايتيني ماشي يدير لايف ما يقلش يحفق رجلته ثلاثه السوايع دابا جاي لشي ثلاثه السوايع ما يقلش يقول لك فاك سي ما صاحبي خلو ما تحو بعضياتهم صاحبي تمنى صاحبي على هاد الصداع هذا خلا صاحبي الناس دير اللي بغات انا عندك ما تبدل مي فريمون لا بدلت ما شوف ما ندوش في هاد الموضوع هذا مي فريمون كاينين بزاف الناس فايتيني ما تيبانوش المشكله ما كيبانوش فهمتي يقدر يكون بالنسبه لهم هي راحه بيان سور مي فريمون لا بنتي حسن لان في الاخر غادي نتورطوا مع هادو راه المهم الحمد لله حنا واحد الجيل طالع تبارك الله عرفتي شحال من واحد دابا الدراري خدامين في الانترن شوف النيتورك ديالي كيولد فهمتي نيتورك هكا وهكا 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 والمشكله اللي طرات هي الدراري اللي خدموا الدراري اللي خدموا في الميديا باينغ يعني تعلموا فيسبوك اس وتعلموا كدا او تعلموا اخرتها ما دارش شي حاجه في الانترنت شنو ولا تيطرى كتلقاه مشى خدم مع شي شركه في مصر شي شركه في المغرب شي شركه في الجزائر شي شركه في دبي شي شركه في المهم الدول العربيه الدول الاجنبيه واحد خدام واحد الشركه ديال السياحة هنايا في تايلاند شركة السياحة كبيرة ما كندويش شي شركة شي بيرو صغيور لا كدوي على المنافسين الكبار في العالم فهمتي ما نذكرهمش بالسمية
خدم فيها. دونك هادو شنو كيولي كي ها هما راه دراري صحابنا ديالنا يعني هادو الجينيراسيون ديالنا ملي تيخدموا تما كيولوا تولي عندك في الاخر واحد السوز ديال الطاط تكون ضد وانت تيقول لك حنا صاد درنا هاد الشهر هذا قد مليون ديال الدولار المبيعات هي ديال الطيران وديال كذا. شنو هو التوب سيلينغ عندكم في كذا؟ هو حاليا هو الدوله الفلانيه لي ريزيرفاسيون ديال لي زوتيل دابا. دونك تسمحوا لينا كامل باش نعرفوا الماركت شنو طاريف و بيان سور استافدوا حتى هما، لان فهمتي ملي خدموا في شركه راه تحلوا لهم العينين على بزاف الحوايج اللي ما اللي يكون جلس بحال في دواري زي كما كانش يجي يشوف داكشي، يكون جلس في المغرب ما كانش يجي يشوف داكشي، يكون جلس في المغرب يجي يشوف داكشي الا خدم مع شي شركه كبيره. علاش شحال من واحد يقول لك لا ما باغيش نخدم انا ما باغيش؟ لا صاحبي راه ما كتخدمش باش تخلص، في الاول كتخدم على قبل ليكسبيريونس باش تجمع واحد ليكسبيريونس عاد تمشي باش تخلص. المشكله ديال الدراري باغي تخلص من النهار الاول، في الاول ضرب على ليكسبيريونس. بزاف الشركات في المغرب بلا ما نسميهم عرفتي اش كيديروا للمبيعات ديال الصبابط؟ كون عرفتي هي المبيعات ديال الصبابط ديالهم كون نطيم غدا مع الصباح تمشي تنافسهم تبيع حتى انت الصباب. عرفتي المبيعات ديال الماكن؟ كون نطي غدا مع الصباح تمشي حتى انت تبيع الماكن، كون عرفتي المبيعات ديالهم. ولكن شكون هما اللي عرفوا المبيعات ديالهم؟ هما اللي خدموا معاهم وشافوا الستيت ودخلوا للداتا وشافوها بعينيهم وعرفوا استراتيجيه ماركتينغ ديالهم وفكروا على النيفو الكبير وكيفاش الجيستيون ديال الشركات وكيفاش كذا. انا نقول لك انا كنعرف بنادم اللي دار الفلوس في السي بي ا، دار جمع الفلوس وفي الاخر ملي مشى بقى تيفكر يدير شركه لقى راسو انه دار الشركه الاولى فشلات الثانيه فشلها، ما عندوش مع مساله ديال الجيستيون ستراكتور ديال الشركه. اشنو مشى دار؟ مشى طلب الدراري صحابنا اللي خدامين في شي شركه كبيره قال لهم بليز هذه عشتها انا عطيك 3000 دولار اجي تشوف لي كيفاش دخلني نخدم تما. مشى قالت لي سي في، قالت لي قال لي حنا خاصنا هذا البروفيل هذا لبنتي بحال هكا غادي تدخل تخدم. مشى كدا دفع داز في الريسورس ايمان اكسبتا خدم، مشى خدم في شركه مخلص 3000 دولار الصالير غادي تخلصوا ديك الشركه في عام، غادي تخلصوا ديك الشركه في عام، ماشي تخلص كثر منه في عام. قول عام والله لجمع ديك 3 مليون اللي خلص لذاك خونا باش يوقف معايا يدخل يخدم في ديك الشركه. ماشي الغرض هو يخدم في ديك الشركه، الغرض هو ملي يجي يدخل يفهم شنو طاري تما، الغرض هو الداتا اللي يجي يشوف تما، الغرض هو الاكسبيريونس اللي يجي يجمع تما اللي كتسوى اكثر من ديك 3 مليون اللي خلص. ولكن بزاف الناس تتاح لهم فرص يخدموا في شي شركات والفرص يتعاملوا مع شي ناس وما عارفينش القيمه ديالهم، شحال كيخلصونا كاع واللي حرطوا عليا. كمل الصوت كملها هكا غادي توصل بعيد الا كملتي بحال هكا. هل يمكن ان تؤثرني في العمل كمينتور؟ اخويا كاين شي ناس خدام معاهم كمينتور، كاين شي ناس تنكون متابع معاهم كنقول ليه مره شنو يدير، منهم الدري ديال 15 عام منهم كذا. مي واش السيرفيس متاح لكلشي؟ لا، كنت كنقول لا كاع لكلشي، ولكن في الاخر لقيت بزاف ديال الناس قرابين ليا بغاوني نكون مينتور ديالهم. الناس اللي قرابين ليا كنعرفهم ديريكت كونتاكت. يس على حقاش؟ علاش ما نقدرش نمينتور شي واحد اللي هو لا علاقه ما كنعرفوش، ما كنعرفش حياته، ما كنعرفش باغي يخدم ولا باغي يتفلى يرضيع وقته ويضيع وقتي، وعندي في الاخر عندي واحد السمعه. راه ما نبغيش مثلا نقول سمعي راه فلان صاحبي راه كنت داير مع المينتورينغ وعيان صاحبي هذاك خونا، فهمتي؟ وليت ديك الساعه انا اللي عيان ورا انت اللي عيان، فهمتي؟ انا ما بغيتش لا ما اي دونت اكسبت، لا ماشي ما تنقولش ماشي تنقولش هذا خونا هذا اللي سول السؤال هو اللي عيان، وانما راه طرا هذا الموقف هذا، فهمتي؟ على كنعرف شنو كنختار، كنعرف الناس اللي كنختار فغيمو، كنعرف اختاريتو علاش، و لان المساله فيها ريبيوتاسيون، والريبيوتاسيون مهمه شنو كيتقال، مهمه شنو كيتقال عليك من الناس اللي تعاملوا معك فغيمو، والناس اللي واصلين حتى هما. لان ما يمكنش تنجح شي واحد فاشل، واحد اللي زي فاشل ما كندويش على الاخ مول السؤال، ما يمكنش تنجح شي واحد اللي زي فاشل كدا تصحابك غادي تشد مينتور. عندي مينتور شدي يجي يخدم ليا في بلاصتها، ما يجي يخدم راه الخدمه انا اللي كنخدم. حتى وليت خلعتو كاع حتى ولات ترعد قال لي لا هذا هادشي راه فات انا كيصحابني العيد الصغير مشيتي تستارح، كيصحابني المونديال سافرتي لروسيا، لا جا في الثاني لا صرت كتخدم عشت عما تيمشي نشد مينتور في الرياضه وتجي نمشي نعس تجي يجي ترين ليا بلاصته وتجي نطلع الميسكلات وتجي نطيح 26 كيلو اللي طيحت. لا ما يمكنش اصاحبي طيح، خاصني انا نمشي نترين، خاصني الخدمه. ممكن فهمتي هو مثلا مينتور خديتي اوكي خديتي مينتور في هادشي ديال شوبيفاي، غادي يقول لك سير كاد ستور سير كدا سير قلب على البرودوي سير ركب هاد التيم هذا واختصر عليك، ما تبقاش تسولي انا التيم وكدا عطاك التيم اللي خدام، قال لك سير ركب التيم سميتو
كنا كدوينا عليه في اللايف. بوستر بوستر تيم، ركب ركب هذا البوستر هذا تيم ركبو، سير حط البرودوي سير كدا. واش 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 زعما غادي دير هذا الشيء؟ واش زعما يعطيك البرودوي اللي خدام؟ لا، واش تعطيك تيختصر عليك الوقت، كيختصر عليك الوقت، ما يخلينيش كنقول انا برودوي خدام. منين غادي نجيب البرودوي؟ ملي غادي تجيب البرودوي ها كيفاش غادي تجيب البرودوي؟ هو ماشي سبلايرز غادي يعطيني شي علاقات، غادي يعطيني شي اجنت عنده في الشينوا، غادي يختصر عليا الوقت. منين غادي ندير كذا؟ منين غادي كذا؟ منين انا انا مشيت فيسبوك ادز مزيان، فاش ممكن نسكيلي نيتيف ادز؟ كيفاش نسكيلي في النيتيف ادز؟ انا شركه، غادي يعطيني الشركه اللي خدامه، تقول لي تستيفا ما تضيعش وقتك، ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، فيسبوك ادز مزيان، دونك خصك تدوز، خصك تدوز الريتارجيتينغ. الريتارجيتينغ قال لي السيده اللي تستعمل، ما تنستعملوش الريتارجيتينغ في فيسبوك، كنستعملو الريتارجيتينغ بزاف ديال التولز وبزاف ديال لي سيت. نقول منه مثلا الادرول، هادشي اللي غادي نقول شويه من بزاف. تنستعملوا ادرول الار واي ديالها كاين، وكنستعملوا بيرفكت اودينس دوت كوم. هاد الجوج هادو كنستعملوهم، كنستعملو بزاف بيان سور. كما كنقول ديما نيفر، ما عمرك تفرش وراقك. ما بغيناش نطلعوا السي بي ام تما، يجي غدا كلشي مكبوب تما. المهم فهمتي، بحال قلتي كيختصر عليك، كيختصر عليك. اما ما يخدم لي راه ماشي يخدم لك، راه ما تسناش المينتور زعما يجي يجي على. اي دونت اكسبت، تن اكسبت الناس اللي كيفرعوا الخدمه، هادو هما الناس اللي كنأكسبت واللي كنعرف اون ديريكت، كنعرفو مزيان اش كيسوى. هي برو، واحد الحاجه مهمه، عجبوك ستوريات ياك، عجبوك الكونتوني مزيان، استفدتي، باغي منك واحد الطلب، باغيك تخلص، فريمون باغيك تخلص، ولكن ما باغيكش تخلص فلوس، انا ما محتاجش فلوس، باغيك تخلص واحد الحاجه اخرى. اللي غادي نطلب منك هو كالتالي، جو سوي سور عندك جوج ديال الدراري صحاب كيسمعوك حتى هما فهمتي كيقلبوا يلقاو راسهم شي نهار، وتيبان لك ان خاصهم المعلومه ويبدلوا حياتهم. بارطاجي معاهم هاد الستوريات هادو، بارطاجي معاهم جوج ديال صحابك، بليز ما تبارطاجيهاش في شي جروب، ما تبارطاجي حتى في شي بلاصه، بارطاجي مع شي صحابك. وغنقول لك كيف، ما عمرني كنت كنقلب على الكونتيتي، ديما كنت كنقلب على الكاليتي. اي ام ا فاكين ماركتر، انا اش كندير حياتي كامله دوزتها في الماركتينغ. كون بغيت هاد انستغرام غادي يولي فيه مليون، غادي تولي فيه مليون، ولكن غادي تلقى مليون ديال الحراتك. انا ما عمرني مهتم بان يكونوا متابعيني لحراتك، متابع بالكاليتي. غيولي متابعيني مليون واللي ماثر فيهم 100، لا اللهم يكونوا متابعيني 10000 وكنأثر في 1000 واحد، غادي تكون مزيانه. وبالتالي بليز بلا ما تبارطاجيها لا في جروب لا في والو، غادي تبارطاجيها مع جوج ديال صحابك، ما باغيش كثر، جوج بالضبط. غادي تمشي غادي تدوي معاهم، كتبان لك بلي هاد الهضره اللي قلت هضره مزيانه فايده، بارطاجيها مع دوك الناس اللي تبان لك فايدهم. جوج ماكسيموم، جوج واحد ولا جوج ماكسيموم، جوج دوي معاه قول له هاي سافا، اسمع هاد خونا هذا راه قال شي هضره مفيده، ولا بغيت خصك تسمع ليه الا بانت لك هضره مفيده بيان سور.